السلام عليكم، سي هام العبودي المشرفه والمسيره ديال مركز فتح الخير. اولا من هذا المنبر كنبغي نشكر الاستاذه المحترمه سميره بقالي اول حاجه على هذه المسؤوليه اللي عطاتني وعلى الثقه اللي حطت فيا، واللي كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالها ونزيدوا ان شاء الله بهذا المركز القدام. بالنسبه لهذا المركز اللي الحمد لله لقى واحد الاقبال كبير الحمد لله، يعني التسجيلات راه لا ليست جلوبال عندنا وصلت ل 340 وباقي التسجيل مفتوح. تبارك الله، ما كنردوا حتى دي زيكيب دابا غنديروا افواج بيان سور، ما كنردوا حتى شي مستفيده، اي يعني المركز مفتوح من هذا المنبر كنطلب من اي وحده بغات تستافد، اي وحده ما لقى ما عندهاش مسكينه باش غتستافد لان بالمجان. هذه راه ماشي هضره ديال الكاميرا، اجيو والا سدوا فوجاكم الابواب تواصلوا معنا وعيطوا لينا، راه ما كايناش شي حاجه. هاد الناس راه هضروا، احنا اشتغلنا معاهم عده مرات في عده مراكز، الا قالوها راه كيقدوا بها. والجميل ان هذا الروض راه مجاني، ولكن بعض الاباء وبعض الامهات اللي ارتأوا انهم كانوا كيحطوا وليداتهم في بعض المراكز، كانوا كيحطوهم ب 600 درهم 700 درهم بعض رياض الاطفال في المنزل، يعني كاين اللي كتشوف غير حاضنه في المنزل اللي حتى هي كيوصل الثمن ديالها 600 درهم. هادو بالنسبه للامهات داروا لنا طلب، يعني هما طلب كي يعني شافوا الروض انه مجهز، والحمد لله المربيات اللي عندهم ما كندخلوا حتى شي مربيه ما عندهاش خبره ما عندهاش اكسبيريونس ما عندهاش ديبلوم ديال التعليم الاولي، ان الوليدات ماشي لعبه. لو كاينين حتى مؤطرات اللي خصنا نخلصوهم باش انهم يؤديوا العمل ديالهم كما ينبغي، ما يمكنش انسان يجي متطوع النهار كله يقابل لك وليداتك وانت غتمشي تخدم وانت تمشي تخدمي، بالعكس مزيان هذا التعاون. سنتر نقي كان مزباله، كان عشوائي، حنا كنعرفوا ان منطقه الرحمه لا زالت تعاني من العشوائيه، ولكن الحمد لله بفضل المبادره الوطنيه اللي دارها سيدنا الله ينصره والله يطولنا في عمره، واللي دائما 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 يركز اكثر على المراه والطفل، وبطبيعه الحال التعاون مع السلطات المحليه، لا الساده العمال ولا القياد ولا البشوات، الناس اللي باغيين يخدموا ديال بصح. وتنعرفوا ان السيد والي جا الدار البيضاء ستات سي مهي الديار حتى هو كيولي واحد الرعايه واهتمام للمشاريع المولويه الملكيه، وكيحاول انه يطبقهم كما ينبغي على ارض الواقع. والحمد لله تنشوفوا العديد من الامور كتطور في بلادنا، والحمد لله احنا اكيد كاينين بعض الثغرات، كاينين بعض المشاكل، كاينين بعض المسؤولين بين قوسين اللي ما كيديروش خدمتهم كما ينبغي، ولكن هذوك قله قليله. المهم عندنا الناس اللي كتبغي تخدم، وتبارك الله راه خدموا، من جد وجد ومن زرع حصد، وها هي تبارك الله وعلى ارض الواقع داك الشيء راه تبارك الله غادي مزيان. وكيف ما قلنا كاينين بالنسبه للناس اللي هما في وضعيه صعبه، الناس اللي مساكن في حاله مزريه، الناس اللي عندهم اعاقه، الناس اللي مثلا الاباء ديالهم في السجن بحال هذه الحالات الاستثنائيه كيدخلوا مجانا، يعني بالمجان. نعم. عندنا وليدات بالمجان، يعني كاين حتى هما حالات الانسانيه كيدخلوا مجانا بالمجان، ما كي الناس اللي بغاو يخلصوا هما اللي داروا واحد الالتزام، هما بغاو ثمن رمزي ماشي شي حاجه، ثمن رمزي يعني هكا اجره ديال دوك المؤطرات حتى حاجه ما كت، وكنشريو مثلا داك الشيء اللي خاص للروض، ما كاين حتى شي حاجه اللي كت، كلشي كاين تبارك الله، كاين اللعاب وهادشي اللي غادي نديروه لكم في ان شاء الله. نعم. غتشوفوه موفر للطفل اي حاجه كتسهر على الراحه ديالو. تبارك الله عليك، ما كاينش فقط الروض، ما كاينش فقط التعليم ديال الحلويات، كاين الخياطه، كاين الحلاقه، وهادشي اللي شفتو معنا في اللايف تبارك الله السد ورشات. وكنوعدكم اننا غنجيو نديروا واحد غوبورتاج شامل ونتكلموا مع كل مؤطره ومع كل سيده، لان دابا ما بقى لهم والو يخرجوا، خصهم يجيبوا وليداتهم من المدرسة وقت ديال المدرسة. وقبل ما نختموا أكيد غادي نبغيو نشكروا الأستاذة سميرة الغزالة ديالنا، جي حدايا ماما سميرة اللي تبارك الله عليها مجتهدة. تبارك الله عليك، أنت المجتهدة اللي شوفي منين جاية، كنتي في الإدارة. تنشكروا دريس الدكتور المدير ديال الجريدة شوف تي في سي دريس الشخصان، لأن دائما هو السباق في أي حاجة، كيصيفط لنا فاطمة الزهراء كطلع الموتور. مرحبا، برافو عليك، برافو عليك. تنشكروك كذلك، كنشكروا كاع المنابر اللي كتوصل الصوت ديالنا والصوت ديال والعمل ديالنا كذلك والصوت ديال المستفيدات. فهذا واجب، حنا اختارينا أن نكونوا في لو تيغان سيغ لو تيغان، لأن هنا في هذه المنطقة كاين عامل كيخدم سيغ لو تيغان، راه عامل ما شدش عليه في البيرو، راه كيدير تشخيص، كيشوف اشخاص كل منطقه، وحتى كيتولد ام بي بي هكا. والجميل شوفي شحال ديال النساء مستفيدات تبارك الله، كل وحده والميول ديالها وكل وحده وشنو باغيه، لقاو الهوايه ديالهم، لقاوها داكشي اللي كانوا كيتمناوه ما داروش صغرهم. كاين البنات اللي انقطعت مدرسه كانت باغا دير حرفه ما لقاتش شاي، بحكم ان المنطقه راه فرصه ثانيه، فرصه الحياه، انا كنسميها فرصه الحياه، لان بعض النساء اللي وليداتهم كبروا مثلا، ولكن حنا درنا واحد البرنامج خدمنا ما بين 18 سنه حتى 30 سنه، كاين الفوج حتى اللي غيدوز، يعني سبقنا
بالشباب، لان من بعد ما غادي تكونوا هاد النساء غادي يمشيو للمشاريع ديالهم، منصه الشباب اللي تبع للعماله في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه غادي يستافدوا من المشاريع مدره للدخل. نعم. اللي هو برنامج كيمولوا سيدنا الله ينصروا المبادره، فيقدروا يديروا التعاونيه ديالهم كما درناهم في عملات اخرين، ودرناهم كذلك حتى في المنطقه ديال بوسكوره كاين تعاونات اللي هما تولدوا من هاد المراكز. الحمد لله. فكذلك ان شاء الله من هنا واحد الشهر 10 غادي يجي السيد العامل كعادته كيحضر وكيواكب هاد المراكز وكيعطيهم الشواهد ديال التكوين، ومن بعد كاين الامتحان اللي كيدوزوه باش كياخذوا الشهاده ديال التعاون الوطني. نعم. اللي كنشكروا من هذا المنبر لان حتى هو تيواكب كذلك من هاد النساء، وهذوك لي ديبلوم عنده واحد القيمه مضافه لهذا التكوين ديالنا، فكيستافدوا من هذاك الدعم ديال المبادره وكيديروا مشاريع ديالهم، اما دير ورشه ديالها ديال الطبخ او ديال الحلويات، دير تعاونيه هي والزوج ديالها والاخت ديالها او بنتها كذلك. فهذا هو الهدف ديالنا، اننا ندمجوا المراه باش، لان انا كنسمي العمود الفقري ديال الاسره راه هي المراه. اذا صلحت صلح المجتمع كله، واذا فسدت فسد المجتمع كله. ولهذا حنا تتشوفونا دائما حنا تنحاولوا اننا نحاربوا ولا ظاهره التسول بالاطفال ولا ظاهره ديال ان العيالات يخرجوا الله يحسن العوان تبيع لحمها ولا اي حاجه اللي كتكون ماشي تتعطيش قيمه للمراه، لان المراه عندها واحد القيمه كبيره. المراه راه كرم الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام وسيدنا الله ينصرو في الخطابات ديالو الساميه دائما دائما كيركز على المراه والطفل، وبالتالي تنشوفوا خلايا ديال العنف ضد المراه والطفل لا في النيابه العامه ولا في المديريه العامه للامن الوطني ولا في الدرك الملكي، وبالتالي المراه راه عندها واحد القيمه كبيره، خصنا غير نوريوها الاتجاه الصحيح والطريق الصحيح وحال هذه المراكز هما هو داك الاتجاه. نقطة نزيدها لك فاطمة الزهراء ويشوفوا حتى المتتبعين، فهاد البرنامج كنخدموا على المرأة المغربية. هنا لقينا بعض النساء اللي هما افريقيات ديال جنوب الصحراء، شفتهم الصحراء اللي هما عندهم شهاده السكنه هنايا وعندهم الوراق ديالهم كاينين بكثره هنا، فكان بعض الحالات اللي احتاجوا دقوا الباب ديالنا ما نقدروش نقولوا لا. علاش؟ لان كتسمى مرأة وعندها طفلة، شنو ندخلوا وليداتنا ونخليو هذيك البنيته؟ ما يمكنش، ما يسمحناش. هاد البنيته اللي دخلت هي سبب الدخول ديال الام ديالها، فلما الوليدات دخلوا دخلنا البنيته اللي هي افريكان. دابا شوفوهم توتالا الام ديالها هي كتستافد بالمجال، فما يمكنش حنا نسدوا الباب. وهذو التعليمه ديال سيدنا الله ينصرو والتعليمه ديال السيد العامل ان كل النساء خصهم يستافدوا اللي في هذه المنطقه كيف ما كان جنسيتهم، كيف ما كان نوعهم، كيف ما كان السن ديالهم. مشاهدينا الكرام، جميل جدا هذا العرس اللي حنا حاضرين ليه، وكنت جد فرحة مسرورة وفخورة بتواجدي مع نساء مغربيات مناضلات حادقات اللي بغاو يغيروا حياتهم. غير حياتك، طرق ابواب هذه المراكز بفضل التنمية البشرية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دارها سيدنا، اكيد اننا كلنا غادي نزيدوا القدام. تبارك الله وصلى عن بلا اللوم ولاتي، وانا لي الشرف انني نكون مع هاد الجميلات اللي دايرين بيا. لالا حنان اللي طباخه ماهره، غتورينا الطريقه كيفاش نصيبو كعب غزال بسهوله. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بكم العائلات كاملين. واش وحدها ما كنتوش كنتوش التليفونات كتصوروا فيها؟ ما كنقول لكم ما تيأسوش من الحياه، ما تيأسوش مادام انت عايشه. ما تقوليش انا عندي 50 عام، انا عندي 60 عام، ما يمكنش ليا نخدم ولا ندير شي مجال ولا شي حاجه. لا اختي، ما تيأسيش من الحياه، خدمي وتابري وعاودي باش تعرفي الامكانيات ديالك، علاش انت قاده. ما تكتئبيش، ما تدخليش في حاله اكتئاب وحاله ياس وتقولي ما 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 كاينش. لا كاين، الحمد لله. اكتئاب كوني دائما كتشوفي الدنيا القدام، بزاف الحوايج غتعلميهم وبزاف الحوايج غادي تنجحي فيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه للورشه عندنا هنايا او المركز اللي عندنا هنا، راه من افضل الورشات والافضل المراكز
اللي غتكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم غتعلموا التقنيات ما عندكمش مع الطبخ، غتعلموا الخياطه، غتعلموا الطرز، غتعلموا تقطير الزيوت، يعني ما تيأسوش بدون مجهود بدون فلوس بدون يمكن تجي تعلم بلا ريال بلا جوج، راك نتوما عارفين شنو كاين. واخا نبداو انا اللحانه الغزاله، هذه لاباط، هذه اللي كتكون معجونه باش، هذه لاباط معجونه بالدقيق بالفورس والفاني، واحد القبصه ديال الفاني او ساشي ديال الفاني على حسب المقدار اللي عندنا. عندنا رابعه كنديروا غير نص، نبيعوا على رابعه دابا. عندنا رابعه غناخذوا رابعه ديال الفورس، دائما سبيسيال خاص بالحلويات كناخذوا رابعه ديال الفورس، كنضيفوا ليها واحد المعلقه ديال الزبده سبيسيال اللي كنبسبسوها كندخلوها كنحاولوا ندخلوها في الدقيق مزيان حتى كيشرب لينا داك الدقيق الزبده ديالنا. من بعد كنضيفوا واحد راس ديال المعلقه ديال الفاني بودر كنضيفوه، وكنضيفوا قبسه ملح، ضروري قبسه الملح دائما باش كتهرس ديك الحلاوه. اي حاجه كتصحح لينا الذوق ديال اي حاجه غنخدموها، ما تقولوش غنخدموا كعب الغزال ولا غنخدموا راه حلو حقه، لا ضروري قبسه ملح في اي حاجه. قبسه ملح، معلقه ديال السكر كلاصي او العسل، ما عندكش سكر كلاصي ممكن ديري العسل، غير هي السكر كلاصي ضروري تغرب ليه حيت كيكونوا فيه شي حبيبات ولا شي حاجه كتخدمي. من بعد كتعجني بالماء الزهر، والو السكر سنيده مخدومه، وانتم غتشوفوا ما كاينش حس الماء، غير الماء زهر، الماء زهر ما فيهاش حس الماء نهائيا. كتجمعي العجينه ديالك كتخليها شويه قاصعه، ما كتجريهاش، لان الا جريتيها ما غتجيناش فيها الخدمه مزيانه، كتولي بحال هادي، كتولي بحال هادي. دونك كتبسبسي ديك العجينه بالزبده وكتجمعيها بالماء زهر. هادي خدمناها البارح، ممكن انك تخدميها 3 ايام 4 ايام سيمانه اسبوع، تخليها في الثلاجه النهار اللي توجدي العقده ديالتك تخدمي بها عادي. كل ما كتبقى كتولي مزيان، كل ما ارتاحت كتبقى مزيان. واخا اللحانة بغيت نسولك، كاين كيدير فيها الزبده مسكه حره؟ لا، المسكه الحره كدار في العقده، في العقده ماشي في العجينه، كدار في العقده. زعما انا بغيت نحدد في العجينه. لا العقده حتى العقده حتى هي الا كانت العقده ديال التكاوكاو راه كنخدموها بواحد الطريقه، كانت العقده ديال اللوز راه كتخدم بطريقه ديال العقده، وهذه الحل العقده، هذه العقده وهذه الحل العمليات. تبارك الله. دونك غنمشيو للعقده، كنطحنوا اللوز، كنسلقوا اللوز، كنسلقوا دابا هذه عندنا العقده ديال التكاوكاو بنكهه اللوز. دائما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات ديال اللوز، راه ممكن انكم ديروا كعب غزال بكاوكاو. دائما كيف ما كنقول لكم، راه ماشي كنخدم لكم عقده كاوكاو باش تغشوا من هنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم، الا كانوا عندكم دي كوموند ولا شي حاجه. برافو برافو. كتبقى عقده ديال كاوكاو، عقده ديال كاوكاو، والعقده ديال اللوز عقده ديال اللوز. هذه من جهه كيف ما قلتي، راه يقدر الانسان يذوقها ما يفرقش بينه وبين اللوز. وبالتالي كاين بزاف الناس كيغشوا، كيديروا الناس كاوكاو كيديروا لهم ديك لاهوم ديال اللوز وكيقول له عقده كاوكاو. لا عقده كاوكاو هذه نديرها للناس اللي ما عندهمش امكانيات باغي كاوكاو، والناس اللي عزيز عليهم كاوكاو على اللوز. بالنسبه للكاوكاو، هنا عندنا الكاوكاو الرومي اللي ما فيهش القشره، كنحيدوا ليه ديك النباته ديالو اللي كتمركز فيها اللذه ديال الكاوكاو بزاف، كنحيدوها كندورو حبه حبه كنحيدوها كامله. من بعد كنديروها في واحد الماء اللي فيه تمر، كنغسلوه وكنعاودو ثلاثه المرات كنغسلوه، كنعاودو داك الجهد ديال كتحيد منه ديك الغبره البيضاء حيت كيطلق واحد بحال النشا ديال الكاوكاو، هذا كنتخلصوا منه بثلاثه الغسلات اللي كنديروه كيتصفى. من بعد كنديروا واحد الماء غليان، مقراج ديال الماء غليان، كنغطيو به داك الكاوكاو ديالنا. ما كنديروش كاوكاو بالماء بارد، كنديروه في الماء غليان، لان حنا غنغسلوه ثلاثه المرات بالماء بارد عاد كنديروه في الماء غليان، لان حنا ما محتاجينش ان نديروا كاوكاو نطيبوه، حنا غير غنطلعوا فيه الغليه فقط. من كنطلعوا فيه الغليه كنديروا معاه واحد الحامضه، كنديروا فيه الماء طيب ماشي كنديروه يغلى، الماء طيب لا وتنحطوه فوق البوطه. اكيد كنحطوه فوق البوطه، طلع فيه واحد الغليه، كطلع فيه الغليه مع الاضافه ديال معلقه كبيره ديال الروح ديال اللوز ومعلقه كبيره ديال الروح ديال الحامض، هذوك القريعات الصغار اللي كيجي في الماء اللي كيغلي فيه. في الماء اييه، باش نتخلصوا من ديك اللذه ديال التكاوكاو. دابا الا دقتيه ما غتعرفيش راه كاوكاو. ايوا ملي كيدير ديك الغليه كنصفيه، ملي كيدير ديك الغليه كنصفيه. شحال تقريبا ديال الوقت الحامض؟ كنحيدوا ليه ديك العظومه ديالو تقريبا واحد 5 دقائق، كنحيدوا ديك الغليه ديك الكشكوشه اللي طلعت من الفوق كنصفيوها، وكنعاودوا هاد المرحله كنعاودوها ثلاثه المرات. كنديروا شرائح ديال الحامض، شرائح ديال الحامض كنحيدوا ليه العظومه ولا غوم ديال اللوز ولا غوم ديال الحامض، وعاد شرائح الحامض.
عاد شرائح الحامل بهذه التقنيه هذه إيوه. كنتخلصوا من داك اللوغو ديال الكاوكاو اللي كنساليو كنصفيوه وكنديروه في واحد مقابل واحد الشرجم ولا شي حاجه شي بلاصه تكون مهويه كنفرشوا ليه زويف مده 4 سوايع ولا حتى 5 صافي وكنخدموا الكاوكاو ديالنا كنطحنوه كنضيفوا ليه الزبده سبيسيال معلقه ديال الزبده سبيسيال معلقه صغيره ديال المسكه الحرة المسكة الحرة ولاغوم ديال اللوز البيضة ماشي الكحلة البيضة ماشي الكحلة لأن إلا درنا الكحلة غتكحل لنا العقدة شوفوا هنا كي لاباط جات بحال ديال اللوز بيضة إيوا صافي وكنعجنوه وكنعركوها مزيان الأخير كاع كنضيفوا جوج معالق ديال الماء الزهر فقط جوج معالق وكنعركوا العقده ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على العقده بحال هكا تبارك الله لينه كيف ما قدمتيها كديري هذه الطريقه اللي بغيتك توريني ما والو عقده كيفاش كديري ليها باش كديريها في الكعبه كيفاش كتصايبي الكعبه انا غادي نعطوني شويه ديال النشا ولا شويه ديال الدقيق دونك تقرصي اما بالنشا ولا الدقيق اكيد كندير شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش ليا باش ما يلصقش كتخلطي الدقيق والنشا بجوج لا يا اما دقيق يا اما نشا يا اما نشا ما كانش دقيق كتخدمي بنشا اييه اول درس هو الكعبه ليش انتم راه بديتوا من المجال اللي ما عمرها خدمت الكعبه خدمت الكعبه تبارك الله انا فقط كنخدم ليهم جوج حبات ولا ثلاثه والشيء الاخر كله كيكمل كيديروا هما انا راه فاش تكحط هذه نصحبها مسمنه والله ما نكذب عليك حيت العجينه كنخدموها بحال هكا بحال مجسمه باش كتجينا مورقه وكتجينا ساهله منين غنخرجوها بحال بات فيتي بات فيت شوفي منين غنخرجها من الوراقه كيفاش غتكون شتي واهم شيء ان يكون عندكم هادو راهم رخاص راه ما غاليينش لي سيلبات السيلبات يكونوا عندكم على حساب النظافه وعلى حساب اي وحده ديما تيتغسلوا ديالها كتحطها ليا في بالخل باش كيتعقم كنعرف كل وحده والخدمه ديالها وكن اكيد كنعقد ليهم على الخدمه اكيد كتنقطي ليهم ديال التنقيط ضروري وضروري دوزيها في هذيك لا ماشين ضروري ندوزها في لا ماشين هذه راه هي ولات في المتناول ديال الجامع تخرج العجينه شوف تخرج مورقة اييه باش تطور من هنا سير هنا تقدري تحبسوا ليا اها ما تخافيش من الماكينه دائما لا دائما كتشدي كاينه اللي خاصها جوج وحده تشد وحده تشد من الكرون هانتوما شوف شي حلم تشد من الكرون شوفوا العجينه كيفاش كتجي باش تخدمي على خاطرك شوفوا العجينه كيفاش كتجي الاستيك تخدمي بها كيف ما بغيتي ما كتقطع مواد ما تخدمي بها اذا داكشي علاش كنقول ما عمرك تخافي من الحاجه تعاملي معاها وانت مرتاحه تعاملي مع العجينه ديالك مرتاحه هنا كناخذ العقده ديالتي عيني ميزاني هكا كندير العقده صغيره كندير 14 غرام او 15 غرام في العقده ما تكونش كبيره لان دابا الكعبه ولات غير صغيره دابا كعيبه مابقاوش دوك مابقاوش دابا انت تبارك الله راك بروفيسيونيل هما مع المده راه غيوليو تما عينيهم ميزانهم اكيد هنا كنديروا العقده ديالنا هكذا كنجيبوا عليه هذيك العجينه بحال هكذا وكنطلعوا الفوق هنا حدنا هذه هي فين كتعرك شحال من وحده ما لا كنطلعوا العقده ديالتنا الفوق ما كنجيبوهاش للجناب الجناب فقط كنكتفيو بهذا القدر يعني نركزوا على اننا نعمروا الوسط الفوق على اننا نعمروا نطلعوا بحال التاج كتجي هكذا معمره الا كان شي وهذه هي ليطاب اللي مهمه جدا الا جاتكم كانوا كيتقبوا بفنيته الا ما تقبتيش الكعبه ما كتصدقش ديك كترقع لك الفران ولا في الفران كتفرقع في الفران ولا شي حاجه ضروري دونك وكتجي ليطاب ديال الجراره ليطاب ديال الجراره هنايا ملي كنبغيو نخدموا الصايه ديالنا هاد ليطاب اللي غنديروا كتسمى الصايه ديال الكعبه ما كنجيبوش الحد في القد نفوتوها شويه كنفوتوها واحد الشويه نفوتو الجناب ونفوتوها حتى الجناب كنفوتوها واحد الشويه وكنخدموا الكعبه ديالنا بحال هكذا تبارك الله عليك برافو برافو تصفيقات على حال شوفوا ما كايناش حس عجينه بحال كتحسي كتاكلي غير ديك العقده على باط ما كاينش العجينه كتخدمي بها كيف ما بغيتي وكتجي الكعبه صغيره ما كتجيش كبيره ما كبيراش ما صغيراش صافي وهادو اللي بغيتي تزينيها بدل منقاش هذا هو المنقاش الا بغيتي تزينيها كديري المنقاش ديالك في الدقيق ضروري في ديك الدقيقه ولا في داك المنشا باش ما يلصقش لك في العجينه
كتنقشي هاد القنيتات هكا كتجيبي كتحاولي تجيبي الراس حدا الراس باش يجيو دوك النقيشات اولا دوك السنينات كيجيو باينين ديكور زوين كيجيو باينين كيعطوك حتى الديكور زوين كتجي كتجي هماويه وعاطيه العين ما صغيراش ما كبيراش. واما في البضاق ما نقولش لكم يا سلام اه يا سلام كتقبيها منين تبغي طيبيها ولا كتخليها كنخليها ضروري كتخليها حتى تبات لغد ليه انت لا شوفوا شحال ديال شوفوا شحال ديال التماره بحال ما كيضربوا كيضربوا الناس اللي صايب لك كعب غزال باش تجي انت تاخذيها وانت مرتاحه كتشري داك الكيلو ديالك وكتقولي فوالا راه الناس كيضربوا تماره وسورتو كعب غزال راه عندها واحد بروسيدور اللي كدوز منها واحد المسطره باش كامله بصفه عامه فيهم تماره. وعلى فكره راه الحلويات ديال الصابلي والحلويات ديال دوازاتي راه صعب بالنسبه للحلويه اللوز. مازال حلوه اللوز راه حلويه اللوز سهله حلوه اللوز بالنسبه لي انا سهله وحتى نتوما ان شاء الله الرحمن الرحيم غتجيكم حلوه اللوز سهله مي صابلي مقارنه مع صابلي حيت فيه دوك الديكورات خاصك الديكورات وخاصك تبارك الله عليك لاله حنان ما شاء الله عندك واحد الباج دايرها عندي واحد الباج باسم ام فارس اللي بغى يدخل يتعلم يجي للسونتر يتعلم ويدخل لاباج يتعلم دايره فيها تعليم الطبخ والحلويات تبارك الله محتوى هادف محتوى نقي محتوى زوين بغينا كاع العيالات يتعلموا صنعه وحرفه اللي غتنفعهم لان الصنعه والحرفه الا ما غناتكش على الاقل كتسترك وغادي نمشيو عند واحد شكون هي اجي عندي حبيبه ديالي اش متدربه تبارك الله هذه مجتهده ياك عرفت انا والله الا مجتهده تلميذه مجتهده اش تعلمتي من نهار بديت بسم الله بعدا مرحبا بكم عندنا في هذا المركز الله يبارك فيك اللي تفتع عندنا هنا في الرحمه وحنا فخورين به ما كانش عندنا بحال هذه المراكز وجينا نشوفوا كتلقاو فين دوزوا الوقت فين ترتاحوا فين وهذا المركز تفتح لينا باش نتعلموا الطبخ لوليداتنا ولديورنا بالنسبه لوليدات صغار تيبغوا الحلويات انا بالنسبه لي كنت كنشري ما كنعرفش نصاوبوا ولكن ملي تفتحنا هذا المركز بفضل الاستاذه ديالنا حنان تعلمنا انا الكعبه دابا تعلمت ليها هذه ديال كاوكاو وهالطريقه اللي قالت لك وهادشي كلشي نتقنها تقدري تصايبيها حتى باللوز لان نفس درنا حنا درنا خدمه ديال اللوز ودرنا ديال كاوكاو درنا الطرق بجوج تبارك الله وحنا جينا هنا باش نستافدوا جينا هنا باش نستافدوا كنشكروا انت خدامه لا ما كنتش خدامه انا ربات بيت دابا اكيد ان اي وحده فيكم بداو كيديروا لها في راسها لي بروجي لي بروجي في البيت ديالي نبيعها ندير باتيسري ندير كليان ندير ياك علاش ضروري انا خصك عندك طموح تخدم بالنسبه لي انا راك ربات بيت ما نقدرش نخرج ونخلي وليداتي في الدار غنخدم الخدمه ديالي في داري والانسان يخدم في الدويره ديالو ماشي الجميل ان وليداتك تجيبيهم معك هنا كنجيب معايا يعني عندي بنيتي في الروض دابا عندكينا في الروض كتدخل معايا كنجي انا وياها ومشي انا وياها للدار توقيت واحد انا وبنتي مول الدار فاش خدام خدام في البيع والشراء اذا خاصك تعاوني ضروري ما كرهتيش تعاوني ضروري ما كرهناش العوين ضروري العوين هو كلشي بارك الله فيك وداك كتشوفي البنيه ديالك اللي تخافي عليها مرتاحه عليها مره تمشي للروض الطليل كنمشي عندها خطره وصلي قابلي تعلمي خليها هي راه مرتاحه مرتاحين هنا تبارك الله الكبده ما تتهني الاستاذات هنا كاملين تبارك الله عليهم للاخت فيام كنشكروها بزاف بزاف واقفه لينا مع الوليدات الاخت مريم الاستاذه ديالنا تيا حنان واقفين على هذا المركز كامل زعما نساء بمعنى الكلمه تبارك الله عليكم حنا كنساء قدوه الاخوات خصهم يكونوا قدوه لينا باش حنا ان شاء الله نزيدوا برافو برافو انا كنحييكم صراحه وجد فخوره بانني متواجده مع هذه النساء المغربيات بالنسبه لشهر مده شهر خدمنا هذا شوفوا تبارك الله الفقاص البلدي الحريره الحلوه ديال التمر زيزا بيتزا بصوص بلانش شنيك البالمي دونوتس كلشي اي هاد لي دوناتس غاليين ها هما كيتصايبوا فابور وتعلموا ليهم فابور يعني عده حلويات تبارك الله عليكم.